وين التلاميذ جالسين على أفرشة في داخل القسم في ولاية المسيلة. هنا الذي حدث هو أن يعني الأثاث كان موجود والمقاعد كانت موجودة والطاولات كانت موجودة. الذي حدث هو أنه لما تم لأن التحقيق احنا درنا ديجا تحقيق وعندنا نتائج وكنا بصدد أخذ قرارات معينة قرارات قانونية وسنأخذها إن شاء الله، لكن احتراما لكم وكذلك للشفافية ولنتعاطى بيننا المعلومة الصحيحة، فلما جاء الأثاث جديد جاء الأثاث يعني مدير المؤسسة طلب من البلدية أن تزوده بما يخصه أو ما ينقصه من كراسي وطاولات. زودته البلدية بما يلزم. هذا المدير قدر أن هذا التجهيز قديم فرفض استلام هذا التجهيز وما كان له أن يفعل هذا. المهم التجهيز يفي بالحاجة تاع التجهيز، هناك كرسي هناك طاولة ولا حرج أنه لما يأتي التجهيز الجديد نستقبل التجهيز الجديد. الذي حدث في غمرة غضب ولأجل ربما لحاجة في نفس يعقوب تم تشغير أو إفراغ هذا القسم من هذه الطاولات ومن هذه الكراسي وإدخال وتحضير الأفرشة وإدخال التلاميذ ودعوتكم للتصوير لإشاعة رسالة غير صحيحة. متأسف لهذه السلوكات. فيما يخص قطاع التربية الوطنية أدعوكم كما أنتم أدعو الجميع كل المظاهر السلبية كل ما يسيء إلى تمدرس أبنائنا بلغوه لنا محليا مركزيا في وقته ونأخذوه بعين الاعتبار، ولكن بلغوه لنا بموضوعية بحقيقة بصدق بنية صادقة لله ولخدمة الوطن ولخدمة الأبناء، ونحن هنا لعلاج كل أمر وكل أمور لها علاجها. بالنسبة لهذه القضية فريق راهو بعين المكان الآن ومشى وصل للمسيلة مشى فريق مركزي سيحقق في الأمر وكل واحد يأخذ مسؤوليته.